منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من 3 سنوات، شكلت مسألة إنتاج الكهرباء بحضرموت واحدا من أكثر الملفات تكلفة للسلطات المحافظة. فتوقف الحكومة خلال تلك السنوات عن توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة دفع بالمحافظة وعبر فرع شركة النفط بالساحل لتولي المهمة بدلا عن الحكومة، وهو ما أثقل كاهلها بالتزامات مالية كبيرة. زاد منها عجز مؤسسة الكهرباء عن سداد قيمة محروقاتها التي تجاوزت 80 مليار ريال. تحملت شركة النفط فرع ساحل حضرموت عبء على عاتقها في توفير الوقود للمؤسسة العامة للكهرباء من مادتي الديزل والمازوت، حيث بلغت حجم المديونية منذ عام 2015 إلى يومنا هذا ما يقارب 80 مليار ريال يمني. غير أن أزمة الانقطاعات هذه توشك أن تنتهي بعد الإعلان عن وصول أول السفن المحملة بحصة المحافظة من منحة المشتقات النفطية البالغة نحو 30,000 طن شهريا لتشغيل محطات توليد الطاقة. توصلت الشحنة الأولى في ميناء مكلا وتم تفريغها، والآن في انتظار الدفعة الثانية. ولا يقتصر البرنامج على توفير الوقود لمحطات الكهرباء، بل والإشراف على تحصيل عائداتها واستخدامها في توسعة الشبكات وصيانة وتطوير تلك المحطات. تراهن السلطات بحضرموت على هذه المنحة ليس فقط لتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي، بل وأيضا لتوفير المبالغ المالية الباهظة التي تتحملها جراء شراء الوقود والزيوت وقطع غيار المولدات. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.